يعني أبو سعيد الخدري قالها وغيره، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه. الملك سبحانه وتعالى هيحاسب كل خلقه في توقيت واحد. إشعار السلام والتحية من السماء لحفيد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الأطهار اتكلم عن الخلافة، وصف ما بعدها بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. حابين نرحب بالدكتور في البداية، وحابين برضو نسأله يعني هل الأرض تتهيأ لحدث عظيم أو علامة فارقة في الأيام القادمة؟ وده برضه دكتور حابين برضه نوضح نقطة مهمة جدا، ان احنا بنرد بالواقع الفعلي لمن يكذبوا علوم سيدنا الامام عليه سلام الله على حضرته وعلوم آل البيت سلام الله عليهم اجمعين، وطبعا بيكذبوا بكتاب المفاجأة كليا، وبيقولوا عن النصوص اللي فيه نصوص شيطانية إبليسية او باطنية يعني زي ما بيقول. فالاول حابين نرحب بحضرتك ونرد برضه على الاسئلة دي. اهلا وسهلا استاذ سيف، وشكر الله لكم هذا التقديم اللطيف، واللي هيحتاج بعض التفصيل طبعا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. من المضحكات أن يتهجم الجهلاء على ما لا يعرفون ويهرفون بما يفترون، ويشاء السميع العليم جل وعلا أن تصفعهم آياته عز وجل بالتصديق لما كتبناه. والغريب أن الهجوم بدأ في الآونة الأخيرة، بينما الكتاب يعني بقاله ربع قرن من الزمان لم يتهجم عليه متهجم كتاب المفاجأة إلا اتنين في الأمة اللي وصلوني يعني، وطبعا ما شاء الله عليهم كلهم بتوع جماعات يعني لهم عايزين العلم يخرج من دماغهم. ويشاء السميع العليم أقرب المتهجمين اللي اتهم هذا الكتاب وغيره من الأفاقين ومن شواذ بني صهيون طبعا، لأن الكتاب حنقهم لأنه المفاجأة بشراك يا قدس. فمجرد العنوان مستفز للصهاينة والعملاء والخونة. أما تفاصيل الكتاب فعنى بها الصهاينة والأمريكان بدليل الكتاب مترجم عندهم. يمكن عنوا بيه، ولا أستطيع أن أقول أن بلادي أهملت، بالعكس بلاد كثيرة عربية اهتمت، وطبعا قيادتنا المصرية اهتمت. الجميل أن أقرب المتهجمين يمكن كان من شهور بسيطة، ويشاء السميع العليم أن تأتي الأحداث بكلام منصوص عليه حرفيا أن فيه يهد الله بعض بلاد الترك. حضرتك، ونفسر هذا بأنها تركيا هي جزء من بلاد الترك، وأن الترك مجموعة أعراق، وأنثروبولوجيا في تشابه بينهم في بعض جذور اللغات وبعض الأشكال. ثم بعد كده تفرد في أشكال ولغات مع تطور الزمان يعني. يعني مثلا لما قلنا أنها تمتد إلى بلاد الصين، فحتى التشابه الأنثروبولوجي بينه وبين بلاد جنوب شرق آسيا. ولكن مصادق ما أخبر به الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأفرد حضرته صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي وآل البيت بخصوصيات من هذا العلم وخرائط الأحداث قبل الإمام المهدي سلام الله عليه، وكذلك بعض الصحابة النجباء زي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ونجد المصداقية في خلال ساعات، الإنسان يعني يسجد لله سبحانه وتعالى
وزي ما أنا كنت بسخر من الجهلاء والأغبياء والمتهجمين بلا علم والآتين بالبهتان وبالإفك من كل مكان وشغل الشيطنة الرجيمة يتهموا يعني كلام آل البيت بالعمل الشيطاني وهم أصلا بيض إبليس، يعني اللي بيقول كده هو شيطان بشري والحقد اللي عنده مش قادر يداري. في ناس بتتكلم ان يعني يا جماعة اللي بينذروا الشعب المصري بزلزال ياريت يعني يكرمونا بالترحمات وان ربنا يرحمنا. طب ما احنا بندعو لجميع البشر ربنا يرحمهم وبندعو لجميع البشر بالهداية. وقلتها انا شخصيا كقاعدة ان الزلزال كما هو عقاب هو أيضا ثواب ورحمة. والقاعدة تكلم عنها آل البيت سلام الله عليهم وانفردوا بها، خير لأهل الخير شر لأهل الشر، نقلا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني مثلا نطبطب على الناس ونقول لهم استمروا في الغي اللي انتوا فيه، خلوا بالكم انتوا مش هيجيلكم حاجة. هو التحذير بيحمل في طياته الرحمة يعني. بالطبع ما هو ده لو فقهوا، إنما الواحد بيحس إن عفوا بعض الناس السكرانة او قاعدة يعني معرفش في اي خمرات وتتكلم وخلاص، يعني هو عايز يفضل مستمر مخمور لا يدري بالدنيا وما فيها واللي هو عليه. طب ما احنا نقول حاجة، ما احنا نقول ان الزلزال نفسه زي ما حضرتك قلناها في حلقة كارت اصفر انذار، وغالبا بيأتي بعده كارت احمر طرد. في ناس بتبقى مطرودة من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب انتوا زعلانين ان مجرمين يطردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى زي ما اطرد ابليس؟ قطعا اللي يزعل على مجرمين يبقى مجرم، انما احنا نحزن من الناحية الانسانية على ناس راحت وان هو فاتوا مثلا شيء انه فاتوا توبة. لا وفي النهاية بنطلب الرحمات بنحزن للناس الطيبة او الصالحة اللي راحت، ولكن هي ضمن قانون. ايه القانون؟ لما السيدة عائشة بتسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، والخبث كل شر موجود، كل شر يعني من أدنى شر إلى أعلى شر، يعني خذوا من أقل شيء. زي لما احنا في الصالحات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمره، نص تمره ما تستهنش بيها، ما تستهنش بيها زي ما انت تستهنش باقل حاجه في الشر. بالضبط، فدي قوانين لازم نستحضرها. فبدل ما نقول للناس الكلام التافه ده نقول للناس عودوا لله، لان يعني افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون. خلي بالك من باسنا، هنا بأسنا بقى مش زلزال، حط بركان، حط أعاصير، حط يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني وسع القوس. طيب لما ربنا بيقول لي كده، لا وبعدين سبحان الله بيقلبها لي، يعني أغلب الناس الزلزال بتاع تركيا وسوريا ما حدث فجرا. تمام، يعني والناس نايمة، كان في بصراحه يعني في تقريبا كان لاعب او حاجه لعب كره قدم قال انا من يعني انا كنت موجود وقت الزلزال ونزلت عشان اصلي الفجر، انا دايما بصلي الفجر في المسجد. طيب فبيقول فالصلاه في المسجد حمتني ان انا اكون نايم والزلزال. ما هو ليه بقى كمان عندنا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. نعم. لا وشوف بقى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يغفر الله ذمته، يعني لا يمكن ان ما وعد به الله سبحانه وتعالى ياتي خلاف، ما بيخلفش الوعد ولا يخلف الضمان بتاعه لحضرتك. فادي مثلا مصداق، فبدل ما تقعدوا شويه مهلوسين يقولوا للناس كده، طب ما يقولوا عوده الى الله، توبة، نجدد التوبة جميعا، حتى الصالح يجدد التوبة، لأن كله ابن آدم خطأ. وخير الخطين التوابون، وتجديد العهد بقى مع الله، تجديد العهد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الأطهار، مع آل البيت سلام الله عليهم. شوف الشيخ الشعراني له كتاب من أروع ما يكون، أتمنى كل الناس تقرأه حتى غير المسلمين لما يقرؤوه، لأنه بيضبط
إيقاع حركة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، اسمه العهود المحمدية أو العهود الكبرى، العهود المحمدية. ما ترك شيء حتى في الوضوء. يعني هذا الرجل فتح له فتح عظيم من السادة الصوفية. أيضا لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، عشان ما تجيش مثلا واحد يقول طب أنا كنت نايم بقى، أنا لو كنت صاحي كنت جريت أو حتى كنت جريت مثلا. قال يعني وفي اللي بيجري يروح حائط ويعلك ملاش علاقة يعني قبل حضرتك. فالآية جبارة في الأعراف، الآية جبارة. يعني ربنا سبحانه وتعالى جاب لك حال النوم، حال الليل أو النوم أو حال الناس مرتاحة وحال ضحى. بس الوصف غريب جدا بتاع ربنا سبحانه وتعالى، قال ضحى وهم يلعبون. يعني الآية دي باجي تفسيرها اني وقفت معاها كتير. ما هو ممكن واحد يبقى نازل شغله أو في عز شغله وإنسان تقي وإنسان صالح، بس بنظر للنظرة كده الإلهية إن كل اللي انتوا فيه زي انتوا في ملعب، زي انتم في ملعب مضمار سباق. وهو ربنا عبر عنها القرآن يفسر بعضه بعضا، إنما الحياة الدنيا مثل الحياة الدنيا أو إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. حتى أصلح الصالحين في النهاية ما بيخرجش عن المنظومة دي برضه، في نفس الملعب، في نفس الملعب حضرتك. طيب التعقيب اللي بعد كده، أفأمنوا مكر الله حضرتك، يعني أقضية الله، مقادير الله. لأن الوصف بالمكر هنا لأن أغلب الناس في غفلة فاكرة نفسها هم اللي بينكروا بالسماء، ده ربنا مش واخد باله، ما فيش حاجة اسمها ملايكة بترصد، يعني مصايب. هو الفكر ده ماشي موجود يعني، مستمر. طابور الملاحدة اللي ظاهر بالذات الأيام دي إيه؟ فعفوا بدل الكلام ده، لا إحنا نقول للشعب المصري تجديد توبة مع الله سبحانه وتعالى، تجديد عهود مع الله سبحانه وتعالى. اللي عمال يأتي بالبهتان على الناس يتوب، اللي عمال يمكر يتوب. الخونة طبعا ما بيتوبوش احنا عارفين، لانه بيعتبروا نفسهم يعني ايه خدام اجندة معينة. الزلازل دي اقل جنود الله، يعني برغم الهول اللي بتعمله هي من اقل جنود الله. تخيل من اقل الجنود، لو جه عليهم بقى ريح صرصارة يعني زي ما جت يعني على آل عاد، على عاد ده وغير بقى، ده غير بقى ايه دمدمة سيدنا جبريل مثلا لما شوف لما رفعهم على طرف جناحه، حتى سمع سكان السماوات الاولى من الملائكة والروحانية وما لا نعلم، طبعا ما فيش فضائيين ولا هبليين، يعني سمعوا صياح الديكة ثم قلبها. طب ما هو الفالق بتاع تركيا نفسه لو تتذكر سيادتك في حلقة قلنا جيولوجيا ممتد لغاية البحر الميت وحضرتك. يعني معناها إذن إن في هزة هتحدث ناحية البحر الميت أو تكون بؤرتها البحر الميت أو مكان قريب أو بعيد في فلسطين. الخريطة بتقول كده خبر حضرتك. ولما تحدثنا عن زلزال الشام وشكل الحدوة من سنين، ده حتى ذكرتها مع الأستاذ إبراهيم حجازي في 2011 رحمة الله عليك، علي رحمة الله، كان من المخلصين، ولكن طبعا يعني ايه خدع ثم اكتشف الخدع يعني، وأخبرني طبعا بكل تفاصيلها. فاللطيف سيادتك حضرتك ان تطلع ناس بدل لما تقول للشعوب عودة الى الله سبحانه وتعالى، لا طمنوهم. طبعا درسنا التوراة والاناجيل فيها ملامح من السنن الالهية كثيرة لا نستطيع الانكار، ولكن عايز جميع قوانين الكون موجودة في القرآن العظيم، الكتاب الوحيد اللي تقدر تقول الموسوعي الشمولي اللي في كل ما تريد من سنن الله سبحانه وتعالى التي يدير بها هذا الكون وبقوانين الأسباب والعلة والمعلول. فلما انصرفت الأمة أو لم تنتبه، دائما تلاحظ حاجة غريبة،
الغرب يوصل لأي حاجة، يعني لو وصل لحقيقة علمية بس عندنا في القرآن كم نجري لا ونقول بس إنها مذكورة في القرآن من 1400. طب وانت عملت ايه؟ ما كنت طلعتها. طب وانت ما عملتش كده ليه؟ انت اولى بال. فكذلك بكل اسف انا بشبه الامة العربية بكده، نكتشف القوانين بعد ما يبدأ الغرب يطلع لنا او دول اخرى يطلع نقول له ده بكل اسف عالة على البشرية. يعني دايما بعض النبهين يقول لك ماذا لو اختفت الأمة العربية، مش هنقول بالدائرة الأوسع الإسلامية، يعني في دول إسلامية عملت شغل يعني حتى في الصناعة، ولكن هركز على الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. ماذا لو اختفت من خريطة الوجود؟ يعني زلزال جاء بخسف عظيم وراح بلعها كلها، هل هتؤثر في تقدم البشرية بشيء؟ ما ده مقياس، ده مقياس ان وجود الانسان ده في مجتمع ما مهم، لانه بيقدم حقائق علميه وعمليه وبيقدم فعلا اشياء بتمشي بيؤثر. على الارض بيؤثر. كذلك قيس الفرد على المجتمع. طيب مجتمع باكمله يعني هل يا ترى مؤثر في البشريه حاله ولا غير منتج؟ غير منتج، عايش عاله من اول الحذاء اللي بيلبسه لغايه القميص لغايه عايش بس عمال ياخد 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 ولا يعطي بالمطلق. فدي من سنن الله سبحانه وتعالى، يعني التمكين في الارض للي بيستعمر الارض وبياخذ بالاسباب. فده مشهد من المشاهد اللي احنا كان لازم نعلق عليها تعليق مستفيض، لانه بيشرح سنه من سنن الله سبحانه وتعالى ان انت لا تامن الاجل. يعني عايز اخد لفتة صغيرة، هل يعني السؤال ده سؤال ايماني، هل الزلزال هو سبب موت 40-50 ألف في سوريا وتركيا؟ السؤال ده سؤال ايماني لطيف جدا يسأله بيسموها ايه النبهاء. عند اهل الايمان الراقي يقولوا لك لا، ليس هو سر الموت الحقيقي، هو شكل من الأشكال، هو سبب ظاهر بس، سبب ظاهر، لكن الحقيقة الحقيقة ذكره الله سبحانه وتعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تلحق بها حقيقة كل نفس ذائقة الموت فهو انتهى أجله. وحكي يعني عند أهل الإيمان دي من اللفتات الجميلة اللي بتنعش القلوب، ربنا إنها لازم نتذكر الله إن اللي بيحدث ده كله ربنا سبحانه وتعالى بيسوق ليك إنذاراته علشان تقترب وتعيد حساباتك، واللي هو شاء الله سبحانه وتعالى إن ما انتهاش الأجل بتاعه يعيد حساباته. يعني الأمر خلع القلوب، الناس اللي بتبلغني ده طبعا من سوريا متواصلين معايا، إنما لما بتكلم مثلا عن سكان بيروت يتواصلوا معايا يقولوا شيء يخلع القلوب، فما بالك باللي كان في الحدث نفسه. يعني أنا مش لاقي تعبير، صعب جدا أنك أجد تعبير يصف الهول اللي خلع القلوب. طب ما ربنا سبحانه وتعالى ادانا تشبيه، يا أيها الناس اتقوا ربكم. وخلي بالك هنا مش كمان قال اتقوا الله، بينما عندنا آيات اتقوا الله، ده هنا اتقوا ربكم. الغريب أن التحفيز الجميل ده مليان رحمة، لأنه بيتكلم بالربوبية وفيها عتب من الله سبحانه وتعالى على الخلق جميعا مسلم وغير مسلم. ليه؟ لأن أي مخلوق عنده ذرة من ضمير أو عقل لازم يسأل نفسه، هل أبواه هم اللي خلقه؟ مستحيل، لا طبعا، وإلا كان فصلوه تفصيل زي ما هو عايز. هو الضار النافع وحده، هو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فعمال يذكرنا بالعظمة بتاعته، فلما العظيم يقول زلزلة الساعة شيء عظيم، وبعد كده يروح مفسر لنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في رأي كان للشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله من العلماء اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، كان بيرى ان هذه الزلزلة ليست القيامة الكبرى، ليست القيامة الكبرى،
إنما هي تدخل في الخسوفات العظمى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنها. طيب هل هي مثلا ممكن تدخل في يعني في الهدى أو الصيحة؟ ممكن جدا جدا تلحق بهذا أو ذاك، إن هي شيء عظيم، وممكن تكون هي زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وخسف جزيرة العرب ملوش علاقة بخسف الجيش بتاع البيداء بتاع سيدنا الإمام المهدي، ده حاجة تانية، ده شيء تاني. فوالله أعلم أرى أن هذه النظرة الثاقبة من مولانا شيخ علي طنطاوي عليه رحمات الله جديرة بالاهتمام، وممن اهتموا بهذا الرأي كان الأستاذ الدكتور فاروق الدسوقي في كتابه اللي هو زلزال الأرض العظيم، وتحدث أيضا على أن الزلزالة دي ليست هي زلزالة القيامة اللي هي بتاعة القيامة الكبرى. طب هي ممكن تدخل برضو في حتة أن جزئية أن حضرتك برضو كنت بتقول أن الساعة ممكن تقصد بها الإمام المهدي، الإمام ما هي دي سلام الله عليه، هي دي الحقيقة. ممكن مثلا هي هقول لحضرتك ليه، لأن الرأي رأي سليم، يعني رأي الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمه الله أو رأي الأستاذ الدكتور فاروق الدسوقي عليه رحمه الله، ناس جميلة وناس عايشة مع كتاب الله وبتحاول يعني تستنطق المعاني أيضا وتستنطق القوانين. هو زلزلة الساعة أن يعني إذا كان الناس أصلا النهاية بنفخة صاعق، ممكن يبقى في معاها زلزلة، بس قد تشيب لها الرؤوس. فإذا أخذنا بهذا المعنى فده أفق من الأفاق، لكن الواقع اللي هو تضع كل ذات حمل محمد، احنا شفنا اللي هي المرأة اللي تحت الزلزال والبنت صارت ولدت ودي انتقلت يعني من بعض المصاديق من بعض المصاديق هذه الآية. نعم حضرتك. فطبعا ولكن عذاب الله شديد، ما هو الموقف بتاع القيامة والنفخة في عذاب وفي رحمات، لكن هنا بيعني شيء بيعني بيه أهل الضلال بالمطلق، إن هيبقى عذاب الله شديد جدا بزلزلة عظمى. فهذا الأفق لابد أن نأخذه في الاعتبار، وده بيجعلني مرة أخرى أعود للسادة اللي بيقول لك لا طبطبوا على أهل مصر، يعني قالوا لهم بصوا ناموا وانتوا صبحوا كده تاكلوا فول وطعمية، ويعني اللي ما بيصليش ما بيصليش، واللي عايش بالحرام يعيش، واللي لا طبعا لازم نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وخاصة إن في نبوءات هي يعني مش صريحة عن آل البيت بالنسبة لزلزال مصر، يعني دي للأمانة لازم أقولها من ناحية العلمية ما عنديش في علوم آل البيت سلام الله عليهم شيء صريح عن زلزلة مصر، لكن في عن بعض الأولياء، ممكن يكون بعض الأولياء منبئين عن آل البيت أو قرأوا شيء أنا ما قرأتوش، لكن دي مهم نأخذها بعين الاعتبار. لم يتم ذكرها أو لم يتم التصريح التصريح المطلق، ولكن في معاني ضمنية إن مصر فيها زلزلة حصل. طب هل ده يعني ممكن زلزلة يكون حتحصل مثلا هي هزات خفيفة زي ما حصل كده اليومين اللي فاتوا؟ والله وارد وارد جدا جدا جدا، إنما ما نقدرش ننكر برضو إن في معاني ضمنية إن في زلزلة هتحصل. نعم. طيب حتى الأولياء برضو لازم يؤخذ كلامهم بعين الرعاية والعناية، وأنا دايما أقول لحضرتك إيه؟ قاعدة خدوها سواء أنا حي أو ميت. ربنا يديك العمر. أي شيء يصلكم من العلم لا تستهينوا به، وضعوا قانون كده، حتى كنت بتكلم فيه مع أجهزتنا زمان، مع أجهزتنا اللي هي ما تعرفنيش ولا أعرفها ولا الفريق التهامي. حضرتك خرجت من المخابرات بقالك خمس سنين. لو الفريق التهامي ما ادانيش الراية بنفسه، هو أنا ما تصورتش. يبدو أنا طبعا الكلام التافه ده مش هضيع وقت إن أشوف التافهين يعني، إنما بيوصلني فبضحك، يعني يبدو إن أنا ماسكه تعالى على قهوة فعدى مع الفريق التهامي مؤسس المخابرات العامة اللي بنفخر بيها حضرتك، واللي هو التأسيس الأساسي كان في شهر مارس، كان في شهر مارس 54، لو التجديد بعد لما اتطهر الجهاز بعد الخيبة بتاعت 67 وانحراف مش الجهاز أجهزة كثيرة في مصر حتى بالرياسة عن جدة الصواب، فأدبهم الله لأن مصر كما قلت دي كنانة الله في أرضه الله غير على كنانته. نعم.
حضرتك. فالفريق التهامي الرئيس محمد أنور السادات أوكل له بناء جهاز المخابرات العامة من جديد، إعادة الهيكل، وكان إعادة البناء في شهر فبراير في نهاياته زي اللي احنا فيه. فتحية للجهاز ورجال الجهاز كلهم، من انتقل إلى رحمة الله ومن بقي وأنهى خدمته أو أنهى خدمته وما زال على تواصل أو بيقوم بدور المستشار تحت الاستدعاء في أي لحظة، أو من يخدمون الآن وأغلب الناس لا تعرفهم. وبالمناسبة طبعا عليه رحمات الله أخويا وحبيبي وزميلي الأستاذ أحمد شلبي عليه رحمة الله، من أبناء الجهاز ومن من كان لهم دور عظيم في نقل معلومات دقيقة عن العدو يعني عليه رحمات الله، وتوفي وانتقل لرحمة الله وما حدش حاسس به برغم ان هو ابنائه في كل مكان حضرتك. فهو يبدو الفريق التهامي قال لي بص انت شكلك عاجبني، حتى قعدتك على الكرسي كده جميله جدا، فخد الرايه دي وكمان انا متبرع لك بالسيوف الرسول دول تديهم ايه لناس كده هيعدوا برضو من قدام يعني قدام القهوه برضو الحمد لله عمري ما قعدت على قهوه على فكره. فالحمد لله رب العالمين. فعلا الخطر يحيط بمصر، هل ممكن يأتي زلزال عظيم يزلزل هذا البلد؟ وارد جدا، مفيش شيء، لأن القانون أخرج حتى حضرتك عن النبوءة. ولنذهب إلى كلام رب العالمين اللي استدللنا به، أفأمن، خلي بالك من الاستفهام الاستنكاري، أهل القرى، كل العالم، خطاب لكل العالم، زي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء، يا أيها الناس، ما قالش يا أهل فلان ويا أهل فلان مستثنين، الناس كلها. يبقى إذن مصر وشعبها تحت الاستدعاء، أنت في أي لحظة إذا ما التزمتش جندي بسيط من جنود الله يصفعك ويزلزل الأرض تحت رجليك. طيب أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى، شوف الجمال، أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، زي زلزال 92 كان إمتى؟ في وقت الظهر، يعني الضحى والظهر، لدرجة أنا شفت مشاهد لم أكن أحلم في حياتي أن أشوفها. بينما في زلزال أنا حضره وأنا صغير يعني بعد الخيبة بتاعت 67، ودي كانت إنذار، الأمر جاد لما ربنا سبحانه وتعالى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. طب ما هو كان في الضحى، وقلت رئيس الوزراء كان أول واحد جري، الوزراء كلهم جريوا وتركوا مقاعدهم واجتماع رئاسة الوزراء كله انفض باظ. يعني إذن أكبر قيادة في الدولة مجتمعة بعد رئيس الدولة زلزال وكل السادة، وكل السادة الوزراء إلا على راسه وريشة واللي مش على راسه وريشة كله جري وساب الكراسي. طب يا سادة وزراء جريتوا ليه؟ هنا بقى أفأمن مكر الله؟ شوف اللي تجري المصيرة، وكمان كم تساؤل استنكاري، ثلاثة يعني شيء خطير. ده بنسميه مثلث العظمة الإلهية ومثلث الإنذارات اللي هي كارت أحمر، كارت أحمر لو خدتوا المواضيع بهذا لا هيبقى كارت أحمر. يبقى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أدي واحد. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أدي اثنين. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أدي ثلاثة. فطبعا يعني انذارات هائلة خطيرة موجهة للمصريين، موجهة للأتراك مرة أخرى، موجهة للسوريين، موجهة للبنانيين، موجهة للأمة العربية من المحيط إلى الخليج، موجهة لإيران، موجهة للجمهورية الروسية، موجهة لأمريكا، الانذار العالمي. يعني التلات استفهامات استنكارية دي بترد على البسطاء العقول والسذج اللي عايزين ايه يطمنوا الناس حيث لا مأمن. انا اطمنك لما تكون على الجادة. نقول الآتي بقى، نقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الواو الحال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
حتى هنالك بقى نقول ايه، والله اذا كانت خاتمتي تحت هدم فانا شهيد. وكمان متوفى انا بذكر الله سبحانه وتعالى. خاتمتي جايه قنبله نوويه ضربت شهيد، شهيد لنا على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى موالاه آل البيت وسيدنا النبي. حتى الزمخشري لما ذكر الحديث، من مات على حب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فله اجر شهيد. ده انت عايز ضمانات اكتر من كده؟ ايه بقى؟ هنا الامان والطمانينه، ان انا ابقى في جناب الله سبحانه وتعالى وحضرتك، يبقى قلبي موصول بالله، هنالك اطمئن الناس. يعني معناها اقول للعاصي ارجع، وكمان اقول له مش عيب انك تعصي لان كل ابن ادم خطا، لكن خير الخطائين التواب. ارجع ارجع بسرعه، انت جالك كارت اصفر وطلع لك كارت تاني اصفر، شمل مصر باربعه وكسور. خبر حضرتك، حتى الاربعه وكسور ده لو دام، يعني لو قعد دقيقتين ثلاثه اتفرج يعمل ايه. يعني من النص العلوي اللي هو صدم كل المجرمين اللي تسافلوا خبر حضرتك، ومحدد الخريطة، يعني خريطة حركة حركة حتى للزلزال. تصور ان آل البيت سلام الله عليهم من تفضلهم على البشرية جمعاء يدوهم الخريطة بتاعت حركة الزلازل، برغم ما فعلته الأمة يعني في آل البيت، برغم ما فعلته ولغاية دلوقتي، ولغاية دلوقتي السفالة والإسفاف ورص رص والتكذيب. طب ما هو في حد من الأحباب بعت لي بيقول لي سبحان الله لما أتذكر اللي عملته الأمة في سيدنا الحسين سلام الله عليهم بينهاروا في بكاء، بينهاروا في بكاء، برغم أنه هو ما خرج إلا لإنقاذ الأمة. لكن في ناس عبتت يزيد ومعاهم دلوقتي يعني بيعملوا له أكبر مش عارف مسلسل إيه، وأكبر مش عارف. سيدنا الحسين سلام الله عليه يعني للجيش الأموي يعني، يعني أنتوا خارجين عليا تقتلوني، أنا غيرت سنة أو إن أنا كفرت أو إن أنا بيكلم ناس هم وحضرته عارف، ولكن عشان عارف إن بعد كده في أجيال هتعقب وهتعرف طبعاً. وإلى أن يأتي جيل الذهب العظيم وأكاد أراه، وربنا يجعلكم إن شاء الله منهم، يعني وضع النقاط على الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها وتهيئة الأرض لاستقبال حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي حينشر العدل والرحمات. ويعني حتى يقول لك لو كان هناك مظلمة تحت ضرس إنسان تحت سنة ولا درس لأخرجها ويعيد الحق لأصحابه. خبر حضرتك، يعني بشرة بشرة للجميع. طيب البشرة دي في الطريق إليها في منارات معمولة، وزي ما حك بدأت حتى البرنامج معي أنا أذكر حك قلت إن البداية إن في سنن كونية، في أمور في السماء، في أمور في الأرض، وفي أحداث سياسية، في أحداث عسكرية، في أحداث جيولوجية، وأعتقد الآن الخريطة بدأت تمشي أمامكم. يعني حتى سعادتي انتم يعني الجيل الموعود والجيل الذهبي، واللي انتم شايلين الرايه شايلين الرايه، شاء الكبار ام ابوا، يعني مشيئه الله. يسعدني ان تروا مصاديق جفر الامام سلام الله عليه تسير امام الجميع. بالامس السيد العظيم كبيرنا الثابت نقابه الاشراف السيد اشرف ماضي بعد زلزال الصين، فبيقول لي اشهد انني سمعت الحلقه وذهل، ولو انه يعلم طبعا ما دام كلام الامام يبقى خلصت القصه، لكن سرعه سرعه الحدث اذهلت سيادته. يعني شيء غريب، ومش هو وحده كمان. اللي بينكروا بقى مكانه الامام علي، لا فيهم يعني ناس غيرهم بقى يتواروا خجلا ربنا سبحانه وتعالى كفى، لأن مصائرهم إلى يعني عذاب عظيم إن لم يتوبوا. شوف أنا نفس برغم أن هم أعداء، لكن بقول لهم إن لم تتوبوا يا ويلكم من الله سبحانه وتعالى. أما الناس لا، بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل دي إنذارات. نيجي بقى حضرتك في حاجة في الناحية دي؟ لا، احنا يعني يعتبر احنا كنا بنتكلم بس النقطة، هل دوت الأرض معناها بتتهيأ لحدث جلل او علامه بارزه؟ نيجي لدي بقى قبل موضوع البندقيه. اعتقد
حضرتك تقريبا كان مع سيادتك لما اتكلمنا عن يومك وسيادة جزيرة العرب بالثلج وبالخضرة وقلت ده إشعار السلام والتحية من السماء لحفيد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبساط الأبيض والأخضر ومش الأحمر. فيبدو في ناس ما عجبهاش الكلام، في ناس بتحب اللون الأحمر فجالهم اللون الأحمر. ما دي حقيقة، دي حقيقة. ولذلك اللي جوه جزيرة العرب كمان منكر هيجيله اللون الأحمر، ما احنا قادمين على هذا، وهيجيله خسف مش زلزال فقط. تعرف الخسف يعني ايه؟ يعني ابتلاع أماكن، ابتلاع أماكن. فلازم نفهم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت بجدية وبوعي وبعقل، إن الأمر جد لا هزل فيه، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وبعدين اطمنوا عشان كل اللي بيكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقلنا الكافرين هنا مش بالضرورة اللي هو خارج ملة الإسلام، لا، اللي كافر بأي أمر من الأوامر اللي أنبأ بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقال بيت النبوة وبيت العصمة. فلا شك إن الأرض بتتهيأ، ولسه باعتبار ما زال الإجرام على قلب سيدنا معاوية ده حضرتك. يعني بني آدم يكفي حتى اللي بيختلفوا بين دينهم بحاجة بسيطة، يعني مش يعني مقتلة تسميم الإمام الحسن سلام الله عليه، تسميم مالك الأشتر والسخرية لله جنود من عسل، ما حطوا له السم في العسل زي ما حطوا لي سم برضو في حاجات. الأغلب برضو الناس ما تعرفش أن مالك الأشتر مدفون هنا، مدفون في مصر. مدفون في مصر. أيضا الجريمة العظمى بتاعت القربان بقى الذبح الأعظم سيدنا الإمام الحسين سلام الله عليه، ولا ابنه يزيد يعني. ما هو هل دي خارجة يعني عن وصايا معاوية؟ يعني يقولك لا معاوية أكيد وصى ابن، لا أكيد كانوا قاعدين معاهم إن يحسن لسيدنا الحسين، وناس تطلع تقولك يزيد رضي الله عنه. يا أخي إبليس مش يعني عفوا مش بايض في دماغتهم، هو قاعد الراجل قاعد ومستوطن وبيتكلم على دكتور برضو على المقاطعة، بس كان بيقال إن هو كان صعد على المنبر تمام على معاوية، صعد على المنبر وسب في الإمام علي تمام، وكان لسه الإمام علي بلغ من الكوفة إلى النهروان وصعد على المنبر الإمام علي بعد ما وصل له الخبر، وقال بقى أنا حبتر أنا جبتر أنا بطريس أنا يعني بيقال قال الخطبة الشهيرة الخطبة في خطبة شهيرة طبعا، فيها طبعا أغلبها كلام سليم وفي اللي أدخل، لكن يعني الإمام علي سلام الله عليه يعني الأمر معروف مين هو. ولكن بكل أسف هذه الأمة أغلبها خان عهد الله ورسوله وخانوا بيعة غدير خم اللي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. يعني الرجل كان أشجع من البخاري كما قلتها دائما، وذكر هذا حضرتك وذكر أشياء كثيرة. يعني الكلام عن آل البيت كان واضح، يعني القصة خلصانة عنده يعني في الموالاة لآل البيت. الكارثي حضرتك إن بقى دين الأمة حتى الطائفة اللي هي عقلها ضارب دي وتصر على الضلال بأي أكاذيب، نقول لهم طيب لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الأطهار اتكلم عن الخلافة وصف ما بعدها بإيه؟ الملك العضوض. طب يعني الواحد يرد يقول إيه؟ ما مش محتاجة وصف، مش محتاجة وصف بقى. فلما يجوا بعد وصف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وليا ابن عباس كان يسخر، كان يتأول في الكلام صريح، يتأولوا بقى على ما هيعلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله، ما هو ده اللي بيحصل زي ما بيحاولوا يعلموا آل البيت وذرياتهم، وده اللي هو تجعلوا حديث اللي هو لا تعلموهم يعني ده يا فندم مش تجعلوا هم، يا ريتهم وقفوا عندي ده سب وقذف وبهتان وإفكوا إجرام وقل ما يشاء يعني. إنما اللطيف يعني بنحججهم بشيء بسيط جدا، راجل حول خلافة إلى ملك عضوض بيورثه ووراثة ملك، نقول ايه ده يعني التعليق يتقال عليه ايه يعني؟ مفيش تعليق يسيبه بصراحة يعني.
ولذلك يعني أنا ما زلت بناشد السيد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، الراجل ده شايف فيه خير بكر، بناشده يخرج السيد المفكر الكبير والمؤرخ العظيم حسن بن فرحان المالكي من سجن ظالم جائر إجرامي بلا معنى. الرجل محقق وما يعني حتى ما بيتكلمش لا عن آل سعود ولا عن الإدارة السعودية ولا له علاقة بالأمور السياسية، ومركز في تحقيق التاريخ والسير والأحاديث ليقدم للأمة دين خالص ناصع وسير مطهرة من سفلات الأبالسة وتضليل الناس وإجرامهم واللعب والعبث بعقول شباب صغير ويطلع الأمور داخلة في بعضها. وحضرتك فبأرجوه يشفع ويخرجه، وبعدين من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، مش هتعدي عند الله. فبكرر هذا النداء، بينما والله ليس لي من قرب عند الرجل، مفيش علاقة مفيش صلة، لكن قرأت ما كتب حتى عن معاوية فرعون هذه الأمة بحضرتك، والكتاب طبعا صدر ولكن انتشر في كل الدنيا، ان احنا في زمن العلم بينتشر، اذا كان العلم المزيف بينتشر، عايزين الحق وطالبوا الحق، ما لقوهوش لا هيلقوه، خلاص انتهت الامور. فبكرر هذا النداء، فلعنة الله على معاوية وعلى ابن معاوية، واستثني من استثناهم الله سبحانه وتعالى. يعني الغريب الولد الملعون اللي اسمه يزيد ده خلف عيل اسمه معاوية، معاوية التاني كان حافظ للقرآن، ده يعني مجرد استلم الحكم طلع على المنبر، طلع على المنبر وتنازل وبكى وطلب وهم قال البيت أصحابه ده الحق الحقيقي، طيب ومنع قتلوه 6 شهور قتلوه توكل على الله، طبعا قتلوه زي ما عمر بن عبد العزيز رجع فدك 3 سنين يعني خبر حق قال البيت وبني هاشم قتلوه. يعني أمة غريبة جدا، ما هو منع السب ومنع وبعت لهم محوه وخد من بني أمية وأعطى للحق للفقراء، فقالوا بقى لا تبادل الدنيا طبعا طبعا طبعا. حقائق واضحة والله مشعة في التاريخ، لكن هناك من يدلس على الأمة، حتى الشجرة اللي هي الخبيثة بيكون جواها شيء طيب. والله شوف سيادتك، لأن برضو جادل مجادرون في الشجرة الملعونة في القرآن، بينما أغلب المفسرين ذكروها بني أمية، ذكروا الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى قردة ينزون على منبره وأولها ببني أمية، يطلع السفهاء عبدت بني أمية، هو عبدت السلطان في كل مكان، منافقين وبتوع المال والدنيا والمداهنة والنفاق وأي شيء، وبرضو لا ده شجرة الزقوم والله العظيم، يعني برضو بيعلموا سيدنا النبي، ربنا ذكر ده بيعلمه ذكرها صراحه، ده بيحاولوا يعلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. معلش انت اركن تبلغ، ما هم بيقولوا انت قلت الرساله بقى احنا بقى نفسرها زي ما احنا عايزين، ده اللي حاصل في الامه الهازله دي. طب علي يعني ممكن يكون مثلا الزلازل والكوارث الطبيعيه دي، هل دي برضه تكون من الانذارات اللي تفك الامه من ظلمها لآل البيت طوال ما فيش شك، ما هو هي يعني. هي افاقه عامه وخاص ايضا انذار وكرد هائل التخويف لكل من ظلم آل البيت او ذريته، ما فيش كلام يعني، ده بالدرجه الاولى يعني. ثم من ظلموا العباد سواء من حكام او ادارات او وزراء او غيرهم، كل من تولى مسؤوليه برضه اللي ظلموا انفسهم، ثم بقى ثم بقى من ظلم نفسه مع الله سبحانه، ثم من ظلم عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان دي من الاشياء اللي ربنا من عدله ممكن يغفرها في حاله واحده بس، اذا صاحب المظلمه احل اللي اجرم في حقه ده وقال له انا مسامحك هنالك، غير كده لا، ده في مصيبة، ان ده المفلس اللي سيدنا النبي اتكلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولما سأل من المفلس سأل يعني الصحابة، فطبعا البادرة العفوية بتاعت اي واحد المفلس من لا مال له يعني غلبان، فقال لهم لا، المفلس من يأتي يوم القيامة ولا حسن له او له وله خصوم، فيؤخذ من حسناته وتوضع إلى حسنات هذا اللي هو الظالم، ثم إذا انتهت حسناته أخذت من سيئات المظلوم
ووضعت على الظالم. ولذلك دايما يا سيف، ده الكلام للجميع، بقول يوم القيامة يوم لا يتصوره عقل إنسان، لا يتصوره عقل إنسان، والحسابات مختلفة كليا وجزئيا عما تعرف عليه البشر من أساليب حساب. أمر مختلف تماما، لأن الوحيد سبحانه وتعالى اللي عارف نقطة ضر واحدة يمكن أن تتسع وتصبح بحر وتشمل أمة. يعني نقطة واحدة بدأت بمظلمة ضد واحد ولكنها اتسعت فشملت أمة مع الواحد. الوحيد اللي يقدر يحصيها هو الله سبحانه وتعالى، وبتكون صدمة للظالم يوم الدين، وبيتمنى طبعا العودة. ودل لهذا بأنذر الجميع وبالذات كل مسؤول عن أي حد، من أول الحكام إلى السادة الوزراء في أي مكان في أي بلد، مش في بلدي بس، إن حساب الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما تغتروش بالدنيا، يعني كل اللي أصابهم الزلزال اللي ضربهم ده كلهم نايمين بلا استثناء. لا أعتقد إن في واحد حتى من الأحياء يخرج ويقول والله أنا كنت متوقع الأمر ده هيحدث. يعني أنا بقولها للتحدي، لتحدي يعني بعلنه على الأمة جمعاء. عايز واحد يخرج يقول لا أنا كنت عامل حسابي لهذا الأمر، بتحدى. لا أظن، لا أظن، كله نايم إن الدنيا أمان. اللي بيفكر بكرة رايح شغله، اللي بيفكر لا، اللي عنده مليون عايز يبقى عشرة، اللي عنده عيل عايز يبقى كذا، اللي عنده تجارته، يعني كل في لهو الحياة وفي مشاغل القلوب والعقول، وفجأة يأتيهم بأس الله سبحانه وتعالى وهم بيات نائم. وعلى فكرة في حاجة مهمة جدا عايزك تزعها للناس عن معنى إدارات جهاز المخابرات العامة المصرية بإذن الله. حاجة مهمة جدا بتبين إن حتى مدير الجهاز أحيانا يأتي من خارج الجهاز. حتى عمر سليمان نفسه كان بيقولها كده ونوريها للناس، كان بيقول علموني، لأنه جاي من جهاز إلى جهاز مختلف. جهاز بيشتغل على شيء معين إلى جهاز بيشتغل على كل شيء، داخل في كل شيء. طبيعي حضرتك بيصبح برغم أنت المدير بيصبح الوكلاء ومن تحتهم هم الأساتذة ليك. ونبقى نسمع كده الحاجة دي تتقال للناس عشان نستعرف الحقيقة. عمر سليمان لما جاء عندنا الجهاز في المخابرات العامة قعد بتاع حوالي 5-6 سنين يقول علموني. دايما الراجل اللي بيجي من القوات المسلحة او من اي حتة هو راجل مدير، لكن المخابرات العامة بهيئتها بعناصرها بناسها هي كلها المطبخ شغال، ما هوش محتاج حد، لكن هو بيتحط عليه كومندان عشان يبقى هو وسيلة اتصال ما بينه وما بين رئاسة الجمهورية وما بينه وما بين الحكومة لو الحكومة احتاجت المخابرات العامة. في عهد عمر سليمان ما فيش رئيس وزارة ولا وزير خرج للخارج يتفاوض مع أي دولة أجنبية أو يعمل زيارة لأي دولة سواء كانت أوروبية أو عربية أو إفريقية أو آسيوية إلا لما قالها تقولي ضابط من المخابرات. ليه؟ أنا عكس الخارجية. الخارجية أنت ممكن يقعد الدبلوماسي في الدولة سنتين ثلاثة ويجي يقعد في المركز بتاعها سنتين ثلاثة وبعدين بعد كده خلاص يروح حتة تانية. لكن الباحث في المخابرات العامة ممكن يقعد من 10-20 سنة في نفس التخصص فيبقى خلاص هضمه، عرفوا نفسيا واقتصاديا. فأي حد يجي يعلي شأن واحد زيادة عن اللزوم إلى حد التأليه ده يبقى مجرم. بنسميها كده عراي مولانا الشيخ محمد غزالي اللي طبعا ما كانتش يعرفني ولا عرفه، لازم دايما تقولها اللي هو دايما ولا لنا صلة ولا لي أي حاجة بيه، ولا حتى دخلت بيت ولا حاجة ولا حتى ان الشارع نفسه كان اسمه شارع قنبيز وتسمى باسم فضلته، لان كلنا حتى كاعلام وصحافه ندينا بهذا، يعني ما نعرفش الحكايه دي. ولا حتى محمد عبد القدوس زوج بنته اللي هو زميلي في نقابه الصحفيين، يعني عارف، ولا ايام الاجتماع السري اللي كان ايام الرئيس السادات عشان في عريضه كنا عايزين نقدمها، كان والد حازم ابو اسماعيل معانا، الشيخ صلاح، الشيخ سليمان ربيع، اخبر حضرتك، رحت انا مندوب عن ناس عالية قوي في مصر، والاجتماع كان سري سري، وحصل مرتين. المرة الأولى حضرتها
المرة الثانية ما حضرتهاش، حتى شيخ الشيخ محمد الغزالي ما حضرهاش لأسباب معينة. هل في فرصة نتكلم بقى عن البندقية ولا دي حلقة أخرى؟ للبندقية دي موضوع كبير على فكرة، برغم أنه هو بشرة. هو لو حضرتك عايز تلمح أنا لمحة بسيطة نلمح ثم نفصل بعد كده أنفصل، لأنها مذكورة بتفصيل في كتاب المفاجأة، يا ريت حضرتك ترجع له. تمام. هتستنبط منه أسئلة مهمة جدا هتفيد. لكن بنقول للناس لما أراد الله سبحانه وتعالى انفرادنا، والله بسجد لله، بأسجد لله سبحانه وتعالى، والعبد الوحيد في الأمة اللي انفرد بهذا الرأي، إن المدينة اللي نصفها في البر ونصفها في البحر واللي هتفتح بالتسبيح هي البندقية وإيطاليا، روما، الفاتيكان. البندقية هتكون المعبر الأعظم، إن سبحان الله مفيش أيام بعد اللقاء ثم نبدأ ينحسر الماء عن كثير من الأقنية اللي هي بيمشوا فيها بالمراكب وبالزوارق، ليتأكد ما أراد الله سبحانه وتعالى أن ننفرد به لهذه الأمة من فهم بسجد لله. كثير من العلماء اتبعوه، وكثير من قادة الأمة حتى العسكريين والأجهزة كلها الحمد لله اتبعوه، ويثقون في العبد لله الحمد لله ثقة مطلقة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نوايا صافية يا دكتور، إنما المصداقية يعني بسجد لله على المصداقية، يعني نحمد الله الحمد لله هي نوايا صافية، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني. وهذا هذا علم الإمام عليه السلام والله، يعني ما فككنا هذا إلا بعلوم آل البيت، يعني فضلهم علي كبير وعظيم جدا، وفضلهم على الأمة كلها والله يعني. شاء من شاء وأبى من أبى، ده فضلهم على الكون. نعم. بمشيئة الله. لو عرف الناس وحيعرفوا حيعرفوا، بس في جاي. فرق بين اللي حيعرف يوم الدين واللي يعني هيعرف واللي يعرف في الحياة الدنيا، فارق كما فوارق السماوات والأراضين. نعم. احنا حابين نشكر حضرتك على اللقاء يعني. والله انا اللي بشكرك، وبشكرك برضو انك نبهتني ان في حد بيحاول ان هو يستخبالي ويدخلي من شقوق الحيطان، بينما انا ما عنديش شقوق في الحيطة. انا ما اعرفش حرفية النص بتاع المفاجأة بتاع الهبل في شقوق. هل شقوق؟ متهيألي لاحظته وانا داخل كده في شقة. طيب خلاص ممكن يعني انا قلت بس اقول برضو ان في شق كده وانا داخل. خلاص يا امن يا جماعه، في شقوق الحوار يا جماعه. ان شاء الله هنسد كل الشقوق. لا ما انت احنا نسيب له الباب متوارب عشان يبقى مكيده، يدخل لا ولا محتاج قبض، احنا نحط له اللزق بتاع الفيران يروح لازق. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، تحت امرك حبيبي، يعني دايما بنسعد بلقاء حضرتك. ربنا يعزك حبيبي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. نعم. الأسماء مقصودة. نعم. يعني آل البيت سلام الله عليهم قصدوا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مثبت القلوب. يبقى عندي أربع أسماء لله سبحانه وتعالى، فدي مقصودة، مربع ضمان وأمان بتثبيت القلوب بعدما لجأنا لله سبحانه وتعالى. حتى يعني سبحانه وتعالى ولا يعني فلولا لما رأوا بأسنا تضرعوا. شوف الآية، ده اللي احنا بنبلغه للكل، الشعب المصري بس، الكل يتضرع إلى الله، لأن رأينا البأس، رأينا القوة العظمى، واللي هي برغم العظمة والقوة هذه الجبروتية هي مجرد جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. ربنا يثبت، فنسأل الله سبحانه وتعالى تثبيت القلوب، ونسأل الله الهداية لكل ضال، ويشهد الله ليس في قلبي ضد أي بني آدم حتى من الأعداء، حتى من الصهاينة ألد الأعداء شيء،
بالعكس بدعو بهداية الجميع. ولكن من أراد بقى الضلالة يعني فليمدد له الرحمن مدا، يبقى ربنا يجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره. مسألة يعني أنا واثق منها جدا وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن حضرة السيدة الزهراء سيدة نساء العالمين وروح النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي بين جنبيه، وأن سيدنا الإمام علي هو إمام الأمة، وأن سيدنا الحسن والحسين إمامان قام أو قعد إمام الأمة وأسيد أهل الجنة، والسيدة زينب الحوراء، والسيدة الزهراء سيد نساء العالمين، سيد نساء العالمين، سيد أهل الجنة الزهراء، الزهراء فاطم فاطم فاطم، وسائر الأئمة ختامهم الإمام المهدي سلام الله عليه. نشهد واللهم اختم لنا بهذا الإيمان يا رب، اللهم أمين يا رب.